السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طبعا أيضا بالإي إس 9 نضاف لنا شيء اللي هو بالبروميسز يستخدم. فإذا جينا قلنا let نسميه ب my promise يساوي new promise، وإحنا قلنا البروميس بيها resolve و reject يؤدي إلى ما في داخلها. مثلا نقول له let num 1 يساوي 10 مثلا، وإحنا نقول له if statement، أو خلينا نقول له if else statement. if لاحظ عندك if else statement، if إذا كان عندك num 1 يساوي 10 ف resolve yes equal، تذكروا هذا الدرس. وإذا كان خطأ else rejected أو reject، إحنا سميناه هنا reject not equal هالشكل. هنا قلنا لما عرفنا هذا promise، لما جينا هنا قلنا له my promise dot، إيش قلنا؟ then. هذا then راح يحمل معاه الإجابة، ممكن يكون ريس أو ممكن تسميه أي اسم، أنت حر. تفتح أقواس المجموعة، في داخلها تقدر تعمل console.log وتطبع المسج اللي أنت تريده. نانا تقول له المسج the result is زائدا هذا مثلا. هذا then dot catch قلنا هم اكو الكاتش نفس الآلية، فنقدر هذا كله تناوله copy and paste هالشكل. خلينا نقول هذا E يرجع لك الخطأ. أيضا نضاف لها شيء اسمه finally، هذا اللي أنا كنت أريد أوصل له. finally finally ممكن أيضا نعمل قوس ونعمل بدون أن نضيف له أي attributes بهذه الصيغة، ونطبع كونسول. هنا نقول له مثلا finally بهذا الشكل. الآن لما أعمل run لاحظ ظهر لي the result is yes finally. خلني نجي إذا قلنا 110 مفروض يطلع لنا no صح؟ the result is not equal وأيضا finally. طيب شنو الفكرة من الفاينل؟ فاينالي سواء هو البروميس نجح بتنفيذها أو فشل هو راح يرجع لك شيء. خلينا نقول مثلا هنا بالبروميس احنا جايين نجرب يعمل كونكت مع الداتابيز، فإذا عمل كونكت داتابيز يرجع لك then تمام وينفذ الفاينالي. إذا صار خلل راح يرجع لك reject وينفذ الكاتش وينفذ الفاينالي. فالفاينالي في كل الحالات موجود، سواء فشلت العملية أو نجحت العملية، هي وظيفتها شنو؟ أنه يتم تنفيذها بمجرد أنه البروميس يحصل على رد، سواء هذا الرد كان نجح أو فشل. تريد تنفذ كود بغض النظر إذا نجحت العملية بالذين أو فشلت بالكاتش. لهنا نوصل نهاية الدرس، نكمل لكم الدرس القادم. مع السلامة.